مساكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج 18. نمسي على الجميع، نمسي على كل من يتابعنا وحريص على متابعتنا، وأيضا لمن يرغب بالمتابعة للمرة الأولى قد تكون للمشاركة في البرنامج أو المتابعة من خلال البرنامج. اليوم إن شاء الله نطلع عليكم ودائما في هذا الوقت في أمسية كروية خاصة في 18 على شاشة الراي. اللي حاب يشارك ويانا الأرقام موجودة، ولكن دائما نوضح هذه الملاحظة بس ما كنت أقولها في بداية الحلقة. أي ملاحظتي من خلال المتصلين يا ريت تكون في محاورنا، خاصة في محاورنا ندش فيها بالعميق وأيضا نقدر نجاوب على راحتنا. لكن إذا كان في ملاحظة عن موضوع سابق أو ملاحظة ما قلناها ممكن ناخذها بشكل ملخص، ممكن إذا سعفنا الوقت، إذا ما كان عندي وقت ما راح أقدر أخذها. عموما أرحب بضيوفي اليوم من داخل الاستديو. ضيف كانت لطلة جميلة في الموسم اللي طاف، لكن كثر السفر ما بين أوروبا وأمريكا وأوروبا وأمريكا أكيد عرفتوا هذه الشخصية الجميلة جدا وأيضا المشهورة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي وفي برنامج 18، أبو جابر، كابتن نايف جابر. نمسي عليك بالخير والحمد لله على سلامتك، وأهلا وسهلا. الله يسلمك أبو عابد، وأنا سعيد جدا بعودتي معكم مرة ثانية إن شاء الله. حياك الله كابتن صالح الجنفاوي. اليوم راح نفتح ملف الجهرة وراح نتكلم عن الجهرة ما له وما عليه. اليوم راح نتكلم باسم 18 كمحلل، وتكون دائما صادق في إجابتك إذا كانت عندنا أسئلة في الصميم. أول شيء أمسي عليك بتركي وعلى مشاهدين الكرام وعلى أخوي نايف جابر اللي بصراحة يعني شخص عزيز وللأمانة يعني قدم الكثير بنادي الجهرة كلاعب، كعضو مجلس إدارة، كرئيس الجهاز في ذاك الوقت. للأمانة كان له بصمات واضحة أبو جابر، وأنا سعيد أني اليوم أشوفه والتقي معه يعني، وبالإضافة إلى أخوي بوراضان هرم 18 وأبو عابد عبد الله الجاسم هم بعد يعني أتشرف أن أكون مع هالمجموعة. حياكم الله. لسعتك النحلة؟ والله لسعنا نحلة قبل البرنامج يعني، لكن الوي بلش فيه نظارة غريبة. من الجانب الآخر عندنا كابتن عبد الله الجاسم، نمسي عليك بالخير وحياك الله ويانا. حبيبي أبو تركي، مسي عليك ومسي على السادة المشاهدين وعلى أخوان الكبار، إن شاء الله تكون حلقة تستفيد منها مشاهد. بإذن الله أكيد يستفيد منها دام إن إحنا موجودين ودام عندنا اليوم ملف المحترفين والانتقالات الشتوية. وأمري وين رايح؟ اسم انطرى تحت الهواء. أسامة أسامة أمري يا بيلا حلفت عمري. بس قلت ما انشت. برضان حياك الله. الله يحييكم ويبجيكم ونرحب بالسادة الحضور طبعا على راسهم أبو جابر بعد غيبة طويلة، وإخوان أخونا أبو ثامر صالح اللي متألقين إن شاء الله الجهراوية، طبعا أخونا العود مهندس الخليج متالعود، واليوم مواجهة بين أبناء الجهراء جابر صالح ضد متعهد اللاعبين، ويقولون لا الجهراء خط احمر. الله نقول له فكره مشرك والله. في جاسم ترى جديده علي انا ها. بس ما ادري من لا في محاولات ليه برنامج موجود موجودين عموما هذا الجهره سرجي قطيته وخلاص. الجهره غير زي مرضان. بسالك سؤال ما بيطلع فاصل، احنا قربنا عند الانتقالات الشتويه هنا، وطبعا لاعب السوري اسامه عمري بين القادسيه والعربي، وجهه نظرك. وبعد في ناس يقولون تضامن، وتو ابو ثامر يقول قال الجهره منو يحتاج اكثر اذا بتكلم عن القادسيه والعربي؟ والله شوف القادسيه محتاج الى تجديد اللاعبين المحترفين ما عدا صومالي. العربي هو لاعب جناح، جناح انا اتوقع ان القادسيه يفتقد الى لاعب مهاجم، واعتقد انه هو من اللاعبين الجيدين، وطبعا محقق بطولة كاس الاتحاد الاسيوي مع فريق الجويه العراقيه، وهو لاعب الوحده السوري ولاعب صراحه يتمتع بمهارات عاليه. وانا اقول لك القادسيه هو العربي بحاجه له اكثر، بس القادسيه راح يخطفه بوجود فواز الحساوي، الرجال اللي ما عنده مشكلة بالدفع. والعربي اعتقد لا، انا ما اتكلم عن منو اللي راح ياخذه، انا اتكلم من هو يحتاج، اللي يحتاج العربي اكثر صراحة. العربي اكثر وثامر لا بس في محترفين وصلوا قبل امس حق نادي القادسية ثلاثة، واعلنوا عنه المركز الاعلامي. يايك فيها، يايك فيها
لكن انا كلمني عن اسامه. اسامه اللي ما يعني اللي ما عرف لعب اسامه، اسامه يلعب نفس لاعب نادي النصر يوسف قلفه. أيه. نفس طريقه لعبه. أدوار. وانا اعتقد يمكن نعرض يعني انا للامانه يمكن رئيس الجهاز محمد علي ما كان يدري بالموضوع يعني من ضمن الاسماء اللي يعني في محبين للنادي يطرشون مثلا لاعبين، يا جماعه فكروا بهاللاعب، شوفوا صح. هذا يناسبكم ما يناسبكم، من ضمنهم اسامه لما سالنا بصراحه في لاعب محل لاعب محترف سوري. إيه؟ احد الانديه انا ما بيذكر اسمه يعني حكم غربه ونفس الجنسيه، بصراحه مدح هذا اللاعب وقال له يعني راح يفيد الفريق يعني. واسامه يعني انا اعرفه شخصيا من اللاعبين المميزين بالاضافه الى انجاز الاخير. نعم. اللي حققه بعد. نعم. ابو جابر ابي اتكلم عن الثلاث لاعبين اليوم من غانا اللي شفناهم في وسائل التواصل وشفناهم ايضا في الصحف، ان هناك ثلاث لاعبين ممكن وجهه نظرك نشوف واحد منهم في القادسيه في القسم الثاني. يعني طبعا كاس ولي العهد الان هو فرصه للانديه انها تجرب لاعبين. واعتقد ان القادسيه بحكم المستوى اللي ظهر فيه الغير متوقع اللي ظهر فيه في القسم الاول يحتاج اعتقد تجديد شبه كامل للمحترفين. بس انا برجع للاعب السوري واتمنى انه يسمعني او يوصل له الكلام. تفضل. دوري الكويتي كل اللاعبين اللي يعني اصحاب المستوى العالي. إيه؟ يعني جو للدوري الكويتي ووضعوا محطه. فاعتقد انه يا اسامه اذا تسمعني او اذا احد يوصل لك الكلام او عبد الله جاسم يقوم في هذه المهمه راح اسمع رايه فيه. إيه؟ في جو تعال الدوري الكويتي وانا انصحك بنادي الجهره، مو نادي العربي تحديدا، مو نادي العربي، لان نادي العربي يمر في مرحله مو زينه قد تؤثر على مستواك. نادي الجهرة أقرب لي يعني يمكن أقرب لطريقة لعب الفريق اللي أنت فيه، وفي فرصة لك أنك تبرز في الجهرة غير موجودة لك الفرصة هذه في أنك تبرز في القادسية. فأعتقد أنه يعني كخيار أفضل لك أنك تبدأ في الجهرة وتفكر بعدين في الدوريات. وجابر اعتبره تسويق للجهرة كإجابة. الجهرة سوق نفسه في القسم الأول. عبد الله. نعم. الجهرة فرض نفسه. لا إجابتك هذه. يعني من حقي أنا أسوق لفريقي ومن حقي إني أسوق لنادي، وأتمنى دائما. نعم. يعني أفضل اللاعبين إنهم يجون حق فريقي ما في شك. نعم. تعليق كابتن عبد الله الجاسم على ما قاله كابتن نايف جابر. هو صراحة طبخة طبخة كلها هني. أنا بالنسبة لي كمشاهدة الفرق بالنسبة للقسم الأول من الدوري أتوقع اللاعب بنظرتي له اللي يحتاجه نادي الجهرة. لأنه يلعب خلف المهاجم، يلعب اللاعب يلعب على الطرف اليمين على الطرف اليسار، وهذا الشيء اللي يعاني منه نادي الجارة. يمكن نادي الجارة عنده ضعف في توصيل الكرة للمهاجمين، يملك مهاجمين ممتازين، يملك لاعب سكند سترايكر وصانع العاب ممتاز، لكن يحتاج لاعبين اللي يلعبون خلف منطقة ال 18. هذا اللاعب يجيد المكان هذا، لكن احنا تكلمنا عنه وما في شيء رسمي، يعني احنا تكلمنا العربي تكلم القاسم. انا حسب يعني انا جيتك اول واحد فيها. القادسية مو مهتم فيه بشكل رسمي، انا اقول لك اياها بصراحه يعني. إيه؟ لان حكم مكالمتي مع اكثر من يعني مسؤول نادي القادسيه، اللاعب مو محط اهتمام رغم اثنين بالنسبه للعرب، اللاعب مطروح اسمه. إيه؟ وان شاء الله يكون توفقي، لكن انت تسالني انا البوزيشن المكان اللي هو يعني يفيد فيه نادي الجهره. نادي الجهره القادسيه مو مهتم فيه، لكن القادسيه حاليا يجرب ثلاث لاعبين من غانا، تتوقع في واحد منهم راح نشوفه بالقادسيه؟ اتوقع من اللاعبين الثلاثه نظره الكابتن محمد المشعان في لاعب منهم ممكن يناسب القادسيه، ممكن يعني المكان اللي يلعب فيه هو يلعب رقم 8 6 8 ممكن يناسب محمد المشعان كنظره اولى للمشعان، الحين ما شافه المباراه. مشعان ولا داليبور؟ المشعان وداليبور طبعا. بس المشعان اكيد انه هو اللي سكاوتنج اللي طالع المباريات المشعان، لانه هو كمساعد مدرب. إيه؟ فمحمد المشعان ودالي بور نفس الشيء، نحن نتكلم عن بس انا طبعا علاقتي محمد المشعان نتكلم معه طبعا. فاللاعب هذا ممكن انه يفيد القادسيه. بالنسبه للاثنين الحين ما تجربوا صراحه، انا اقول لك اياها اللاعب اذا هي تجربه يعني تدري اللاعبين صار لهم يومين دشوا حصتين ممكن تمرين. ولا واحد ممكن وممكن ممكن ثلاثتهم لان اعمارهم صغيره ممكن ثلاثتهم يكونون ممتازين، لان انت ما نقدر نحكم عليه الا من مباراه وديه. نعم. وهذا الشيء لازم للقادسيه لازم اذا يحكم عشان ما ينظلمون اللاعبين هذول، ممكن لاعب عمره 19 سنه ممكن انت هني ما جربت خلال التمرين يمشي، ممكن بعد يسمع نجم بعد سنه. عبد الله انا اللي شدني يعني اليوم بنادي القادسيه يعني المفروض انت تروح تذهب للسوبر
اليوم مو حقل تجارب نادي القادسية. أبو ثامر الظروف النادي. لا 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 خلينا نكمل الظروف. هو مو حقل تجارب نادي القادسية. القادسية تاريخ. اليوم أنا كمجلس إدارة أو جهاز إدارة الكرة أذهب للسوبر. اليوم شفنا ثلاث محترفين وكأن اليوم حقل تجارب تعال لعبوا. وزين فيكم وسجل. ما عندي إمكاني. في إمكانية. لا بوجود حساوي. اليوم أنا الجسم فوز حساوي. فوز حساوي ورجع مجلس إدارة الغاز. اليوم مو مجلس إدارة. رجال داعم أول إلى إلى. داعم داعم. الجماعة اللي شفته أنت فوز حساوي. رتب بس يكمل بثامر. يعني هو مو إحنا ما نبي الرد لكن اليوم سابقة إنك اليوم تجلب ثلاث محترفين وبنشوف الزين فيهم ويمشي عفواً الزين يقعد لا هو اليوم ليش ما تذهب وأعلن فيها. السيد فواز الحساوي سوف أجلب لاعب سوبر للنادي القادسية. اليوم شفنا ثلاثة. قال مستعد. أنا شفت سناب في تصوير حق لاعب للأمانة. أنا في أحد المحترفين المذاكر اسمه أو ما يحضرني اسمه من الثلاثة. واحد فيهم تداولوا في دولة في تويتر. بصراحة شفت اللي يلعب ساحة ترابية. أنا أقول لكم من الأخير لاعب يبي يسجلونه أو بيجربون الغاسية لاعب قاعد يلعب في ساحة ترابية. هل يعقل؟ اليوم موجود منشور هذا الفيديو بتويتر من ضمن الثلاث لاعبين الموجودين. شنو رأيك جاسم؟ أنا أعتقد حتى لو ما ملكت المادة بس كافي. لكن لا كافي أبو ثامر. أسمع الجاسم عشان عندي سؤال حق عائل. كلام أبو ثامر أكيد أنه يتكلم أنك نادي الغاسية أنه يجيب لاعب تجربة أكيد هذا شيء مرفوض. لك احنا نتكلم عن ظروف نادي القادسية. انت لو ترجع قبل فراس الخطيب جهاد نتكلم عن عمر السومة نتكلم عن يعني لاعبين على مستوى عالي لاعبين كانوا يلعبون في الشامبيونز ليج او يلعبون في القادسية. تقصد ان ظروف القادسية يحتاج ظروف القادسية الحالية. انا كمجلس إدارة كجهاز فني جبت لاعبين اثنين توفقت فيهم عن طريق شرائط الفيديو وشفتهم ما توفقت فيهم. الحين يقول لك هذه الميزانية اللي عندي انا ابي اجرب ولكن لو انت تعطيني ميزانيه انا قاعد حتى كجهاز فني انت الحين اعطيتني اللاعبين ما مشوا معي ما الله وفقهم معي لكن انت وفر لي شيء ثاني ان اقدر اسوي. لكن ما يمنع نادي القادسيه في تحركات هذا اللاعبين الثلاثه ممكن يختار منهم لاعب قادسيه. لكن نادي القادسيه حاليا تحركات على لاعب وسط طرف اسيوي وتحركات الكبيره كلها نادي القادسيه يبحث عنها وناس ما تقول ناطر الدعم من السيد فواز الحساوي ناس ما تكلم بورضان هذا دوره وهو وعد وان شاء الله ابو عبد العزيز قدها يعني رئيس سوابق القادسيه ابو عبد العزيز زين. القادسيه كل همه براس الحربه كل هم القادسيه الحين حاليا اللي قاعد يبحثون عنه سواء المدرب سواء مساعد مدرب سواء مجلس اداره يبحثون عشان كذي اسامه لا اسامه انا ما سمعت يعني اقدر اقول انت قلت ما في اهتمام من القادسيه. انا الحين استبعد اسامه من القادسيه يستبعد من وجهة أكيد. نظري انا المعلومات اللي عندي من الكلام اللي سمعته المعلومات اللي عندي لا انا قاسيه راح يضر رشيد صوماليا واحد من اللاعبين الفارقه اذا تم اذا كان ناجح راح يكون موجود لاعب اسيوي انت تحتاج لاعب اسيوي اكيد راح يكون مركز الطرف تركيز كله على راس الحربة. ممتاز. تصريح من اجابه كابتن نايف جابر اروح فيه سؤال حق كابتن عايد الرضان. ابو جابر تو يقول لك فرصه في كاس ولي العهد لتجريب اللاعب. اتوقع مفتوح ابو جابر المعلومه دقيقه لا 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 افتحوا ممكن تسجيل ابو جابر قبل بس حاليا لا 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 ما ادري اذا انه انتقالات تبدا من شهر واحد يعني ما يحق لك انك تلعب اللاعب هذا في خلال هو ما يقصد كذي ولا كان قصدك لا لا انا اقصد ان فتره توقف الدوري وعندك الحين كاس ولي العهد تقدر تجرب لاعبين مو بالضروره يشاركون معاك في بطوله ولي العهد. نعم. انا اقصد ان الفتره هذه ولي العهد تبدا لا انا اقصد ان يا جماعه بطوله كاس ولي العهد بطوله مو مهمه مو باهميه الدوري ولا باهميه كاس صاحب السمو لا هي مهمه إيه هذا اللي انا اقصده لا لا تاتي بالمرحله الثالثه من الاهميه مجاز هذا اللي انا اقصده وهذا اللي بروح له برضان برضان تتفق معه؟ لا لا انا ما اتفق معه صراحه بخصوص الحين هل نقدر احنا نرتب البطولات على بطوله مهمه وبطوله نص مهمه وبطوله ما اهم شيء في 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 يعني كرتنا الدوري هذا معروف فيه كل دول العالم ما يختلف عليه المرتبه الثانيه كاس الامير كاس الامير بسبب روح احنا موقفين كان كاس الامير فيه مشاركه صح فعشان كذي ان الناس تطمح اكثر شيء تركز على كاس الامير هو يلعب لان فيه مشاركه خارجيه بروبان حتى ليش أنا أقول لك الحين الوقت مناسب؟ لأن كأس ولي العهد يأتي قبل الانتقالات الشتوية، فهذه يعني كأس ولي العهد مناسب 100%
انك تجرب لاعبين، لان بطوله مو باهميه تجرب لاعبين محترفين. يعني انا مو بشرط، يعني اقصد فتره كاس ولي العهد توقف الدوري ايه. وانك تلعب كاس ولي العهد الان، هذه الفتره اللي تجرب فيها لاعبين، مو بالضروره يلعبون معاك كاس ولي العهد. ما يقدرون يلعبون، اي لاعبون سجل يدخل التمرينات. انا اقصد ايه. انا اقصد الفتره الزمنيه ايه. لولي العهد هي انسب فتره انك قصده. ممكن اربع مباريات عندك كلمه قبل هذا. انا بقول على في فريقين، القادسيه والعربي، هالفريقين هذين بالذات يحتاجون الى لاعبين مجربين شايفينهم، مو لاعبين انا بجربهم الحين. ما في لاعب جاهز برمضان يعني، لا تلقى. انا اقصد لا ما في لاعب سوبر متاح، تلقى حالات نادره، الا نادر جدا، الا واحد مو بس مختلف معنا، ترى مو بس بالدوري الكويتي يعني، نعم حتى في الدوري في كل العالم. لا لا عفوا، الا تكسر عقده. لا 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 في شغله، عشان اساسا نعرف الحين حاليا احنا فتره توقف الشتوي صح. شهر 11، شهر 11 عندك الدوري البرازيلي بي سي. لا ينتهي في شهر 12، يعني فرصه لك الدوري البرازيلي، الدوري امريكا الجنوبيه كلها، بالاضافه الى الدوري الصيني، الدوري الكوري، الدوري الياباني، الدوري التايلندي، هذا كله من اللاعبين. يعني انت قاعد تتكلم، قاعد تختار عن تقريبا 15 دوري على مستوى العالم. انتي عندك طبعا دوري الفنز واللي الدوري الكولومبي، الدوري البرازيلي، فهذه لك اليوم فرصه بالشتوية. لكن يعني ممكن اشوف لاعب سوبر مجابر؟ لا ممكن بعد اللي قلته، ممكن اشوف لاعب سوبر، ممكن تشوف لاعب سوبر اكيد اذا انت متاح لك والماده موجوده. البرازيل فيها 500 نادي في العربي والقادسيه، محتاجين الى لاعب معروف، مو لاعب تجي تجربه لان يعني وصلوا الى مرحله يعني تدني في مستوى هالفريقين هذيلا. نعم. ولازم يدعمونهم بمحترفين سوبر. الماده انت تو قلت كلمه فواز صح؟ ايه؟ ايام فواز الحساوي كان في القاء عقود ايام الشتويه؟ لا ماكو. صعبه صح؟ ايه؟ تلغي ممكن واحد ايه صعبة. حاليا النادي العربي بيشيل ثلاثه، نادي القادسيه بيشيل اثنين. معناته النادي العربي عبد الله، معناته العربي ما يعاني من نقص الماده. اذا تلقي عقد لاعب في نص الموسم معناته انت راح تدفع له عقد. شوف كامل. العربي ما اقدر اقول له السنه هذه سوء اختيار لسبب، لان بالاونه الاخيره افتتح عنده التسجيل، وهذه صراحه ما له فيها الجهاز الفني، لان في الاونه الاخيره افتتح التسجيل. تقدر تقول في الاونه الاخيره يعني اخر ابو جابر اخر 20 يوم شهر. جاسم انت قلت العربي راح يغير ثلاثه، تصور راح يغير ثلاثه عقب ما شفت تصريح امس خليل بلام يقعدون كيتا. بس انا عندي ما ادري والله، اتوقع عندك معلومات بهالشيء. انا يعني اللي اشوفه انا للامانه ما كلمت، لكن اللي اشوفه اتوقع العربي ممكن شو ما عندك ماشي. يعني انا لما اصر عليك شويه ممكن اسمع، انا اقول لك اسمع منك. انا اقول لك بوبي وكيتا احتمال وجودهم، احتمال مغادره الاثنين الثانيين، احتمال كتوقع. يعني بوبي وكيتا موجودين وشوقي ومرضي كتوقع، ممكن كتوقع. انا عندي راي، العربي مو بحاجه كيتا ولا شوقي ولا مرضي إيه؟ بوبي. واذا غامر وراح البوبي، بوبي اللي قلته عشان اخر مبارتين، بوبي كليمنت. لا من اول مباراه بوبي، لا لا من اول مباراه ومدحه. بس ممكن اضيف شغله ابو برو إيه؟ يا جماعه اللاعب لما يطلع من افريقيا دايركت عندنا ترى تفرق الاجواء. طبعا اللعب بافريقيا غير إيه؟ طريقه اللعب غير، الالتحام هناك غير. احنا قاعد نشوفها ترى في كرات هو يدش فيها يمكن بافريقيا هذه ما فيها عادي ايزي بول. نعم عندهم هم اللعب عندنا، فاللاعب لا نظلمه. بعدين ترى يا جماعه اللاعب عمره 19 سنه وبيذا، يعني بوبي لازم شوي النادي العربي بيذا يصبر عليه. وبوبي من اشد المعجبين لا وبدا يتاقلم مع الفريق وبدأ يهدف. يعني تقصد من كلامك ان بوبي مفروض انه يتم الوحيد بوبي هو اللي يستمرون فيه، واذا ما استمروا فيه هذه رصاصة الرحمة على النادي العربي. لا موجود تو جاسم يقول لك موجود بانه ينزل درجة ثانية اذا استغنى عن بوبي. انا اتوقع بوبي يحتاج لاعب سكن سترايكر يلعب وياه داخل الصندوق او حوالين الصندوق، يكون لاعب مميز. ما يحتاج اسامة، راح يطلع بشكل ممتاز. ما يحتاج اسامة بوبي، لا يحتاج لاعب اتاك اكثر بوجهة نظري. طيب انا اخلص مع تكلمنا عن انتقالات الشتويه وبعض الاراء. اتوقع هذا موضوع ممكن انه في ابديت ونتكلم فيه في الايام الجايه ان شاء الله. لكن الجهراء قدم مستوى الكل اثنى عليه للامانه في القسم الاول. ايضا عندنا موضوع خاص في الانتقالات او المحترفين الخاصين في مبالغ اللي امس تكلمت عنه، لكن ما اسعفني الوقت امس خلصت الحلقه وما تكلمت عنه. ابي اقول شغله بس، الجهراء قدم في القسم الاول
مستوى جدا جميل. هناك أسئلة، هناك موضوع راح نتكلم عنه ويا الجهرة في امتداده والنفس اللي عنده في القسم الثاني والثالث بعد الفاصل. الجهراء ما له وما عليه. قبل أن انتقل لتقرير الجهرة قلت إذا في هناك مفاجأة في القسم الأول فهي الجهرة. زعلوا، راح أقول لكم ليش بعد ما أشوف التقرير. الجهراء أبدع وأقنع فأوجع، هكذا وبمضمون هذه العبارة بدأ الفريق مشوار هذا الموسم. فقد رسمت أقدام لاعبي نادي الجهراء ملامح المنافس الجديد على لقب دوري فيفا، إذ تمكن أبناء القصر الأحمر من حصد 13 نقطة كانت كفيلة باحتلال المركز الثاني خلف المتصدر نادي الكويت مع نهاية القسم الأول من الدوري. وتراهن جماهير الجهراء التي تلعب دورا هاما في مساندة فريقها أينما حل وارتحل على أن يعيد هذا الجيل لقب الدرع المفقود من ما يقارب 27 عاما تحت قيادة المدرب الصربي بوريس بونياك، لا سيما إذا ما تضاعف المجهود وتضافرت الجهود. بعد ما شفنا تقرير خاص في الجهرة إن كنت إيجابي ولي نظرة إيجابية فأنا أقول الجهراء مفاجأة جميلة. شوف شلون أنا أغيرها حتى بتعبير الإيجابية في القسم الأول. وإذا تكلمت على إن المفاجأة في موضوع سلبي فأقول مفاجأة القسم الأول الأمانة مستوى القادسية والعربي، والكل أثنى على هذا الشيء. هذا اللي أقصده. عرفت يا أبو ثامر؟ أي أوكي. شنو اللي كان مزعلك بالتصريح الأول؟ طبعا هو العلم يعني، أو يعني مفاجأة هو مو مفاجأة الجهرة يعني وصوله لهذا المركز ما هي مفاجأة للجميع واللي يتابع الجهرة في ظروف العام. لو كان الظروف تمر في أي نادي متوسط أو نقول الإنجازات عنده قليلة ممكن هبط الدرجة الثانية، لكن في أسوأ ظروف الجهرة العام الماضي الحمد لله وصلنا أن نكون في الممتاز. وهذا عودة الجهرة، أنا دائما نقول أن الجهرة يمرض ولا يموت. في قبل عامين أو ثلاثة إحنا كنا الثالث في الدوري على التوالي في موسمين متتاليين، مع العلم اللي كانوا بعد الثالث في أندية لها وزنها ولها تاريخها ولها مادتها، لكن أثبت أن الجهرة دائما هو الإيد الطولة في أي منافسة محلية بصراحة يعني أي مشاركة دائما الجهرة. لكن إحنا لما نرجع إنه مفاجأة، أنا بالعكس لا، أنا أشوفها إنه مو مفاجأة ودائما الجهرة هو منافس قوي صح، مرشح قوي لأي بطولة صح. أبو جابر، الجهرة قدم مستوى ممتاز جدا، ما بي حتى أقول ممتاز بس ممتاز جدا للأمانة، لكن هل نقدر نقول أن الجهرة قدم أفضل ما عنده في القسم الأول ولا هناك أفضل؟ لا لا لا، الجهرة أنا أعتقد أنه قدم 60% من مستوى الجهرة. يحتاج إذا الجماعة الأخوان في نادي الجهرة وأبو ثامر موجود، إذا الجهرة يبي يستمر الدوري من ثلاث أقسام صح، دوري طويل يحتاج نفس، يحتاج نوعية من اللاعبين. أنا من متابعتي لأغلب مباريات الجهرة أشوف أن الجهرة عنده مشكلة بالمحترفين. الجهرة يحتاج يبدل اللاعب الأسيوي ويبدل أيضا حتى المهاجم، سجلنا المهاجم قول سجل 3 أهداف في أول 3 جولات تورس، ولكن تورس مو اللاعب الفارق، مو اللاعب اللي ممكن يصنع لي فوز من لا شيء. أنت تحتاج لاعب يعني، حتى واللاعب أو الفريق يمر في مرحلة دروب تحتاج لاعب محترف يشيل الفريق. فأعتقد أنه الجهرة يحتاج تدعيم حتى محليين. الجهرة عنده يمكن 4 أو 5 لاعبين يحتاج فيهم تدعيم، منهم 2 محترفين ويحتاج المحترف الرابع. نعم بروغان، أبي أتكلم عن عن الجهرة قبل أدش لك بسؤال معين. الجهرة هو الحصان الأسود في هذه البطولة،
وهو الوحيد القادر على مصارعة ومنافسة نادي الكويت وبشراسة على تحقيق هذه البطولة، ولكن عليه أن يجد حل سريع لدكة البدلاء. عارف 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 يعني لما تقول مصطلح الحصان الأسود ينقال على منه؟ الحصان الأسود؟ إيه اللي هو لا لا منو نقول له أنت الحصان الأسود؟ أي فريق قدم مستوى مو متوقع نهائيا، فهني أعطيه الحصان الأسود. شوف في احنا في ظل كمثال تبي يعني الفرق في هو ظل هو قال هو الحصان الاسود صح يعني ليش يعني انا الفريق ما كان ما كان بالحسبه فعلا الجهره ما كان في الحسبه ننظر الى مثامر يقول لك لا ادري ننظر الى النتائج طبعا هو فريق لازم يقول كذي ننظر الى ترتيب الدوري في الموسم الدم السابع لكن يمر الظروف اوكي بس إيه؟ انت حجران ان الجهره راح يتعاقد مع بنيك وراح يتعاقد مع أول. اكيد يعني الاخوان في مجلس الاداره راح يحطون ايدهم خدهم ويشوفون ظروف ما ندري بتجي. احنا ما ندري اوكي بس احنا لما تنظر يعني الى نقيس على مستواه في 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 انت بتقول الحصان الاسود ليستر سيتي اوكي انا اقول لك ليستر هو الحصان الاسود لكن الجهره كان زين تصيرون مثل ليستر سيتي حققنا قبل 27 سنه الدوري يا خالد ابو الكظهري يا الجهره الحصان الاسود يا بعد كبدي احنا قبل 20 سنه نظرا حققنا الدوري الابطال موجوده يا الدوري يا ابو رمضان تقول خلنا نكمل لك الحين تقول الحصان الاسود انت في لازم جمهورك الجهراوي انا معاي وانا ناصح امين لهم نعم. هم يعدرون انه شنو انا بالنسبه للجهره بس هم يعرفون قصدك يعني النصيحه الامينه لهم انا ما اخدعهم الجهره ما كان في الحسبه تقول الكويت ينافس القادسية ممكن السالمية طبعا عندي انا غاسل ايدي من العربي هذيلا جاء الجهرة ولا الجهرة بدأ بداية فعلا يطلق عليه الحصان الأسود بس عليه اذا يستمر بالمنافسة عليه ان يجد دكة البدلاء لازم تتوفر عنده اللاعبين ما بقول بجودة اللاعبين الأساسيين بس لما ينزل يحل مكان مثلا غاب فيصل زايد عن مباراة السالمية خسر محمد دهش موجود محمد دهش مو طموح طبعا نادي الجهرة لتحقيق البطولة محمد دهش مو محمد دهش اللي قبل غاب فيصل زايد الجهرة يا اي كبير عندك ملاحظة ابو جابر فني على كلام بروضان الدليل على ان يجب ان تكون دكة الجهرة حتى يعني يستمر في المنافسة قوية شوف كل بعد كل تبديلات لفريق الجهرة في القسم الاول هبط المستوى نعم فهذا معناته ان الفريق يعاني من دكه نعم. بدلاء على, على على هذا الطاري الجاسم يعتقدون الناس ان الجهره اذا خسر فيصل زايد قل مستوى طبعا فيصل زايد كفى اذا ما تكلم عن والدليل مباراه السالميه افضل لاعب في القسم الاول فيصل زايد ما في شك بالنسبه للدوري الكويت قاعد تتكلم عن لاعب كفى قاعد تتكلم عن لاعب صنع اكثر من اربع اهداف للفريق وسجل على لاعب صانع لعب لا هو روح الفريق يعني نعم. روح الفريق فيصل زايد تتكلم عن شيء لكن انا بتكلم عن كذا نقطه اول شيء قلت لك كمستوى يعني القسم الاول نادي الجهره فاز على نادي القادسيه على ملعبه خسر نادي الكويت باخر 10 دقائق فاز على نادي العربي قدم مستوى صراحه نادي الجهره ورغم هذا كله نادي الجهره يلعب 3 محترفين ما يلعب فيه 4 محترفين المحترفين يحتاج نادي الجهره يدعم بالمحترفين احسن من كذي لكن النقطه اللي بتكلم عنها من استفاد من الجهره الثلاثه قلب الدفاع أرون كاميروني أرون أكثر استفادة أيه. ما قاعد أتكلم اللاعبين الثانيين مأدين اللي عليهم لكن نادي الجهرة إذا كان طموحه نادي الجهرة ينافس على بطولة الدوري إحنا قاعد نتكلم ينافس نفس الكويت في جاب كبير بين نادي الكويت نادي الجهرة بالإمكانيات لكن أنا بتكلم عن نقطة الإدارات السابقة بثامر يوم كانوا أنا أتوقع إدارة السابقة أو كان في ما يحضرني بالضبط كان الدعم المحترفين أكثر بجابر تكلم عن فينيسيوس كنت تجيبون فينيسيوس مبلغ كبير المبلغ اللي يدفعه يمكن نادي الكويت حق بعض محترفين 350 ألف دولار فينوس قلب الدفاع كنت تدفعون حق قلب دفاع قيمة بترغ أبي أسأل سؤال وأنتوا طبعا جهراوية أكيد أنتوا أقرب شهر الدعم هل كان في شخص داعم نادي الجهرة الحين نادي الجهرة المبالغ اللي قاعد يعرضها حق المحترفين مستحيل تنافس على دوري أو مستحيل تكون من توب فور نكون صريحين مع بعض عندك لاعبين زينين هذه أحد الأسباب يعني إيه أنا بس أبي مثامر أبي أعرف النقطة هذه إيه زين مثامر قول نقطتك بخصوص إذا كان في داعمين بخصوص المحترفين ما في داعم يعني نقول مباشر قصدك مباشر أنه يدعم الفريق أو النادي زو يعني إنه في محترف هذه ما حصل عليها جاب كبير جاب كبير بالأسعار صراحة أنت فريقك هذا اكون واضح صريح معك اذا كان الدعم السابق كان وياك
على الفريق هذا ممكن انت تخطي خطوه ما كنت. طبعا اختلف مع بروفان على كلمه حصان اسود، كلمه حصان اسود تنقال هذه بعد البطوله في حال تحقيق البطوله او وصولك النهائي، لكن نادي الجاره في ال 15 سنه وعشر سنوات نقول حصان الاشقر لا ما اسال نقول حصان 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 يا ولد. شوف بقول لك شيء اقول حصان خلال خبرتي المتواضعه لازم الجاره وجيرتي مع بروفان ما كان فاهم ما كان قاصد الحصان الاسود. ايوه احنا قلت له اياها الحصان الاسود هو مفاجاه للدوري مفاجاه لا هو يحب الحصان. انا شوف عبد الله في اخر 10 اخر 15 سنه شارك ثلاث مرات بطوله خارجيه معناته الجاره من التوب 4 او توب 5 الجاسم. بس اقول لك اعتقد عبد الله عايد يقصد انه هو منافس الكويت المباشر. لا وحتى المشاركات الخارجيه انزين لولا الايقاف الجهره راح يشارك يا كاس الاتحاد يا ايش اسمه معناته الجهره كاس الانديه 15 سنه من التوب 4 توب 5 هذا وقاعد اقول لك لكن خان التعبير برا ما خان التعبير عطفا على نتائج دوري الدمج السابق طالع السابع هو وكان قاب قوسين او ادنى وكان الفحيل احق من الجهره في الصعود لو افترضنا حميه اسمع انت لابس احمر بعد فحيل انا اقول لك العربي هو صالح حقق لو افترضنا العربي حقق دوري فيفا نقول الحصان الاسود العربي يحقق هاي حصان اسود ها احنا قلناها قبل بدايه يعني 14 سنه ما حقق او 16 سنه ما حقق اذا حقق العربي لا لا نقول والله الحصان الاسود العربي لا لا تاريخ العربي فارس مو ليس حصان ايه؟ انا قاعد اقول فارس هو يقول عنكم حصان اسود يعني يقول شو صعدتوا فعلي لا بس خلاص الموسم السابق والله برضان قال موت الحصان مات الحصان تو يا ولد موته قال ما يستحق يصعد فعلي يستحق يصعد ما موت الحصان تو قلنا لكم يا جماعه مات الحصان عاطفا على ترتيب دوري الدمج السابق كان السابع هل تتوقع من واحد السابع هو ياخذ البطوله ماشي والله نسيتوني سؤالي يا ابو تفرق القيمه الفنيه بين الفحيل يا جماعه ممكن نركز بس باللي بقوله بس ابو ثامر ممكن نركز باللي بقوله الحصان ما عليه برضان كان بيدش معرض الكتاب وما استنى يعني لا وعندي روايه حي ثمة وري ثمة لا ربما وثاثر لا ربما ابو ثامر نسمع خبر هناك خبر يشاع ان فيصل زايد ممكن يلا عرض في الانتقالات الشتويه خروج فيصل زايد طبعا هذا يعني احنا سمعنا يعني قريبين في اداره نبي مستجد بهذا الخبر بصراحه يعني احنا سمعنا يعني اخبار نقلت ان فيصل هناك ضغوط على اعضاء مجلس الاداره بانتقال فيصل زايد لاحد الانديه انا قدامكم انفي هذا الخبر وخبر غير صحيح فيصل ولله الحمد مركز مع الفريق والحمد لله ملف فيصل زايد بخصوص تعويضه مع مجلس الإدارة لا اي مجلس الإدارة هذا طوي بالنسبة لفيصل بتعويضه مع مجلس الإدارة والحمد لله فيصل مستمر مع الفريق لنهاية الموسم وانا اعتقد يعني التأثير مثل هذه الأخبار احنا ما نبي يعني احنا ندري الموجة اللي صايرة على الجهرة ولاعبين الجهرة وهذا بينتقل وهذا بيروح وهذا يبي فلوس لكن انا اقولها لك ان الخبر غير صحيح اي يعني ضغوط ما مورست اي ضغوط على اعضاء مجلس الاداره بخصوص انتقال فيصل زايد لاحد الانديه انا انفي هذا الخبر نعم. جمله او تفصيل نعم. بس ما عليه ثواني بس خلينا نعطي ابو جابر فرصه ابو جابر في سؤال سالته الجاسم جاوب بشكل مختصر جدا بس ابي رايك في هذا الموضوع ممكن يكون لك وجهه نظر اخرى في موضوع محترفين الجهره الثلاث يعني انا قلت الجهره يعني يبقي على ارون ويغير المحترفين الاثنين الاسيوي والبرازيلي ويضيف عليهم محترف رابع هذا اذا كان يبي يستمر في المركز الثاني الجهره اذا يبي يستمر في المركز الثاني نعم ما يصارع الاول لا ما اعتقد ان في احد يقدر يصارع الكويت هالموسم على المركز الاول انا جهراوي وانا اخوي مساعد المدرب بس طموح هذه طموح ولكن تبقى واقع في واقع يجب ان احنا نكون واقعيين يعني انا يعني أتمنى فريق الجهرة يأخذ كل البطولات ولكن أنا الواقع يقول وحسب ما شفنا القسم الأول الجهرة طموح الثاني أعتقد أنه إذا نحقق المركز الثاني لا مو طموحنا ما أقصد طموح لا أبو عفوا أبو ما أقصد طموح أنا أقصد أنه كل فريق يطمح بأنه يحصل على البطولة ولكن قال إذا الواقع يقول أنه كثر الله خيركم يا ابو ثامر اذا تحافظون لنا على المركز الثاني في ظل تخدير جهراوي بجابرة لا مو تخدير لا الكويت فريق جاهز عبد الله اكيد فريق ما في الكويت فريق شك جاهز لا. من جميع كلامك النواحي. منطقي ما في اي كلام ما في نعم في من بعد النتائج اللي احنا قاعد نشوفها ان الجهره قوي ما شاء الله ومنافس والنتائج كلها عنده على ارضه
يفوز على ارضه، مباراه مو على ارضه لا، في 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 مستوى ثاني. شبهت فريق ايطاليا على ارضه فريق ثاني برا ارضه، وده الصعوبه مع كاظمه صح، تعادل مع التضامن اللي اتوقع، انا اتوقع مع احترامي لنادي التضامن بالمستوى اللي قدمه امام الكويت والعرب القادسيه، لو قدم ربع مع التضامن كان فاز فارق صراحه. هذه مشكله، هذه تعتبر مشكله والله. انا مشكله، لان صراحه شفت ثلاث مباريات برا ارضه الجهره قدم أسوأ مباريات الثلاثه، والحمد لله نجا منهم يعني، او ما يقول الحمد لله اكيد انه بتعادلين بثلاث تعادلات. حتى عنده الجهره عنده مشكله ثانيه، مو بس خارج ارضه، عنده مشكله الدقائق الاخيره، عنده مشكله اخر عشر دقائق، وهذه الجهاز الفني يجب انه يعني يجد لها حل. ثلاث مباريات راحت منك في الدقائق الاخيره، في العشر دقائق الاخيره، معناته انه يعني وهذا فيديو يعني ويا كلامك دقائق الاخيره اي، هذه مباراه القادسيه هذا الفريق فاز فيها، انا اقصد السالميه، اقصد الكويت، اقصد كاظمه. يعني هل انا بقول لك لياقه الفريق مو ابو جابر، يعني هذا يمكن ايدنا فيه ابو رضوان، كل الانديه تاثر في اخر عشر دقائق، مش الجهره. احنا نتكلم عن نادي هدف النصر في الدقيقة 91. خلنا احنا نطلع الاندية تأثر. يبقى شوف انا بضيفة، احنا لاعبين هوات ما هم محترفين، ما عنده الطاقة اللي يكمل فيها 90 دقيقة يبذل مجهود الشوط الأول. يبقى أنا قاعد أقول لك لا يبقى في دوري ضعيف. مجاب تبين نرد المربع لا 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 دوامة يرد كل لاعب ما يعطيك الطاقة كل لاعبين الدوري ما يعطيك، ما في لاعب محلي اللي خلى أبو ثامر اللي خلى الفريق يقول المعيشية اللي خلى الفريق اللي خلى فريق كاظمة يقول عليك في العشر دقائق يخليك أنت كاظمة فريق هوات وانت فريق هوات. واحنا اللي اخر دقيقة اخر دقيقة عادل سعيد سجل هدف التعادل. بس انت خسرت. انا قاعد اقول لك السالمية كل الاهداف كانت يعاني من اخر عشر دقائق. يعني خليك من عشر دقائق. خليك من عشر دقائق. بقول كلمة. بونيك يقدم مستوى مثالي الشوط الاول. الشوط الثاني. شو يصير فيه؟ هو نظرا لضعف الاعداد البدني لنادي الجهرة. دائما الجهرة في الشوط الثاني يقل الرتم عنده، بس اذا كان فايز بنتيجه مثل القادسيه هني الحماس يطغي ويعوض شو اسمه. وبعدين لا ننسى عامل مهم في نادي الجهرة برز السنه هذه، الجماهير الجهراويه تواجدها اكثر من نادي القادسيه واكثر من نادي العربي صح. سواء في ملعبها او خارج ملعبها لما لعبوا مع كاظمة، وهذا اثر بشكل ايجابي كبير على طبعا وعوض بعض النقص في الاعداد البدني لديهم صح. وبعدين مع كاظمة انا اقول لك الجهره كانوا يستاهل الفوز، بس الحكم كان سبب رئيسي في خساره الجهره، وبعدين الجهره تلاحق عمره تعادل نعم. والجهره كان مع السالميه حلو، حتى بعدم وجود فيصل زايد كان الجهره في الشوط الاول اقوى، والمفروض كان يسجل على الاقل هدفين صح. ولكن خبرة فراس والعودي قلب المباراة على نادي الجهرة، وبلنتي ما أنزل الله به من سلطان. ديوان جهراوي زعلانين عليك. بالعكس أنا وياهم قاعد أمدحهم الحين يزعلون علي. راح لا ناخذ اتصالات نتغشر وياك زراني. ناصر الهاتري أول متصلين تفضل. دش عليك الجهراء. حياكم الله. حياك الله أخوي ناصر. صبحكم الله بالخير. صبح عليك مثله. الله يعطيكم العافية. يعافيك ويسلمك. تفضل. صباح خير وعسل وطيب حق الجهراوية أسلم يا تو يعني بس عبد الله جاسم ماخذين لسعد نحلة كذي تو ماخذين لسعد نحل. بإذن الله الجهراء ينافس للدوري المركز الأول بس. إن شاء الله. الدوري بإذن الله وجميع الألقاب بإذن الله جهراوية، ومثل ما قال عايد الرضان إن الجهرة عيبة بالدقائق الأخيرة الشوط الثاني يقل عند ضعف اللياقة البدنية صحيح نعم. هذا يدل على تدريباته، وبإذن الله على هالوكلة هذه الشهرين للدوري الجهرة غير نعم. يعافيك يا الهاجر شكرا نعم. بدون أي مداخلات ناخذ الاتصال اللي بعده. فيصل العنزي صبحك الله بالخير اخوي تركي. حياك الله العنزي تفضل. صبح عليك على الكبار الموجودين. يا اهلا وسهلا منورنا حياك. محترفين على قولتهم قطبي الكره الكويتيه اللي هم القادسيه والعربي نعم.
الغاتسية أتوقع أو أن المفترض أن يتغير كل المحترفين، وبعودة فواز الحساوي يعني وعبد العزيز أتوقع راح يكون بحلة جديدة في انتقالات شتوية. وأقول حق الجهراوية حاولوا تمسكون بركز الثاني، لو رادي لكم قوة الغاتسية وجايين على قولتهم كل ما فيهم. وبالنسبة أمس طلعت تقرير عن شوقي لاعب العربي خليل البلام، نفى تقريركم جملة وتفصيلة، قال ما في والمعلومات هذه مغلوطة. أمس أنا شفت برنامج بعد، فالمعلومات أمس كلها اللي عرضت عن شوق برنامجكم كلها نفاها السيد خليل البلام، فما أدري صحة الموضوع. لحق النفي ولا حق لا ما لحق لأنه مستقيل اهو اي نعم لا مستقيل بس دعم ما لا مستقيل مو بالنادي العربي لا بس ما صار على العمل على راس عمل شباب ريال وياي انا اسف يا فيصل الخط فيصل تبي تقول شيء ثاني وشاكر لكم كلام بروضان عين العقل صدق الجهر الحصان الاسود ليش زعلان بثامر هي والله لا مو لا الحصان الاسود فيصل ينطلق على فريق ما حقق بطوله ما حقق خليه يقول بس هي ورد بطوله شكرا لك شكرا لك يعطيك العافيه سالم العجمي وصعد ثلاث نهائيات وثلاث نهائيات صح حياك الله طال عمرك انا عندي مداخلتين مداخله لاخوي عايد رضوان هلا ابك والله اي الله يطول عمرك اخوي عايد رضوان الحلقه امس يقول ما عندنا مدربين وطنيين وما كان كل الحلقات يقولها مو بس هي يعني. اي امس ما كان موجود اساسا برضوان لا بس انا معاه فعلا قلت الكلام قول قول اي نعم لان اخوي عايد رضوان ما تذكر اخوي المرحوم رحمه الله عليه كريم سلمان يملك من افضل الكفاءات والشهادات محمد ابراهيم احنا عندنا كفاءات لكن ما عندنا من يقدر هذه الكفاءات ما عندنا من يقدرها ومن ضمنهم اخوي عايد الرضان يهاجمهم مهاجمه دائما ب 24 ساعه ما ادري في عداوه شخصيه بينهم في يعني على تحقيق الجنرال وعلى تحقيق كريم من الجنرال برضان لا احد يعلق ما عليك امر ما يصير يعني انت قاعد تتكلم عليه الظاهر ان بينك وبينهم مشكله دائما شباب الاجابه بعد شيء ثاني لكن لا تبخص حق المدربين الوطنيين عندنا في كفاءات مدربين لكن ما عندنا من يقدر هذه الكفاءات وهذه مشكله كبيره شكرا يا العجمي كلامك على العين وعلى الراس وكلام بروضان والكل على العين وعلى الراس وتبقى وجهات نظر بينكم نافع الشملان مساكم الله بالخير حياك يا اخوي يعطيكم العافيه الله يعافيك ويسلمك حياك الله انا احييك واحيي ضيوفك تفضل اخوي نافع بس انا اليوم يعني قريت تغريده من احد محللينكم واللي ما تطلع من محلل او صحفي مبتدئ ما ادري شلون كتبها ما ادري شلون غردها لما قال نواف الخالدي افشل حارس مر على الكره الكويتيه والله منو هذا محللكم ما غير عبد الله الجاسم نواف الخميس بتويتر اليوم صراحه زعل كل القساويه انا اقول لنواف الخالدي اسطوره واذا الكويت انجبت حراس انجبت الطرابلسي وسمير سعيد ونواف الخالدي بعدهم ما في إذا أنت محسوب على نادي معين ترى حارس ناديك كان مو احتياط النواف الخالدي كان على المدرج كان على المدرج ونواف الخالدي أساسي ولما كنتوا تعطونا جائزة أفضل حارس نواف الخالدي كان حارس المنتخب شملان أتمنى من إدارة القناة أنه يطلع هذا المحلل ويعتذر إلى كل الجماهير والأمة القتساوية الشملان أن تغريدة ما تصدر يعني من محلل أو كاتب صحفي مبتدئ نعم شملان الإجابة عندي بس آخر متصل ماشي أخوي لك مشكور يا أخوي حبيبي وأنت تدري ما يعني أنا دائما إذا كانت الإجابة مني فعند الزبدة ما راح أعطيك الزبدة بضاري ألو حياك الله يا بضاري السلام عليكم وعليكم السلام أمسي عليك بالخير يا أبو تركة أمسي على الموجودين حياك الله تفضل يا بضاري وأقول لأبو سامر لا تزعل علينا أبو روضان لأن هذا حبيب الجهرة وحبيبنا كلنا نعم حريص عليه ودائم معانا بالفوز والخسارة الله يعطيه العافية أنا أبو تركي أثني على كلام أبو روضان بخصوص الجهرة أن ما عنده دكة بدلاء وما عنده لاعبين محليين يشيلون الفريق لأن يعني الجهرة الفريق الوحيد اللي ما استعان بلاعبين محليين من الأندية الدرجة الأولى ومع أنه فيهم لاعبين ممتازين ما استعان فيهم الجهرة وأقول ثاني مرة أنه على بنياك تبديلاته دائم خطأ مباراة الكويت تعور رحمه بنوفي بدلنا خسرنا كل مباراة تغييرات بنياك خاطئة دائم عنده تخبط بالتغييرات
ابو تركي بس انا بسال ابو ثامر طبعا يعطيك العافيه ابو ثامر. هلا حياك الله ابو طارق. الله يسلمك. احنا دشينا بطوله كاس ولي العهد ومجموعه حديديه المجموعه الثانيه، ما ادري بس سؤالي هل ان الجهره تجهيز للدوري ام منافس قوي على البطوله؟ ويعطيك العافيه. ورد عليك ان شاء الله ابو ضاري. شكرا لك يا ابو ضاري. انا ابي ابلش من ابو ضاري اللي جابه عند ابو ثامر، تفضل. امسي ابو ضاري بالخير. طبعا اكيد يعني احنا طموحنا واللاعبين وثقتنا بلاعبين كبار كثيره، اكيد يعني طموحنا في كل بطوله ابو تركي احنا ننافس فيها. نعم. يعني ما عندنا نقلل في بطوله معينه ونركز في الدوري، لا. نعم. اليوم حتى لجنه المسابقات عطت الفرصه ان الفرق تنافس في كل بطوله. نعم. وهذا تحسب لهم. يعني اليوم خلصنا قسم اول دشينا في بطوله ولي العهد، نخلص بطولة ولي العهد ندش في القسم الثاني. فاليوم عدم تداخل البطولات هي اللي تخلي الفرق كلها تركز على كل بطولة. نعم. وتنافس. نعم. على كل بطولة. تنتهي بوقتها. أنا بس أضيف كلمة حق أبو ضاري، هو يقول مجموعة حديدية. نعم. والجهرة شعار ما يفل الحديد إلا الحديد. كفو يا أبو ضاري. إذا يبي البطولة كفو يا أبو رضان. إيه. هذا الجهرة. هو لازم. نعم. ما يصمت في عيده. بس الآن أرد على المتصل الهاجري. إيه؟ كلمة اللي قالها ترى كلام. الهاجري أول متصل ناصر. إيه؟ إيه؟ صراحة كلام أبو جابر صح. أنا يعني هو لا بديهيا تخسر النقاط في الدقائق الأخيرة هذه مشكلة فنية. يعني ما لازم على السيد بونياك انه الحل عند بونياك. الحل بونياك انه يشوف موضوع الدقائق الاخيره. وبعرج على نقطه بس موضوع المدرب الوطني. ايه تكلم كابتن عايد. طبعا كابتن عايد طول عمره حارب مدرب الوطني. ما حارب. انا بس سؤال بخلتك بعد اقول دائما يقولنا ما عندنا، احنا كل عندنا ترينر ما عندنا مدرب. نعم. انت تعتبر هذه حرب. ودائما يشيد انه يقول ماهر الشمري ابو حمد مسي عليه، وان كابتن ظاهر عدواني من افضل المدربين يمدحهم طبعا. تجاوزا تجاوزا يعني يعني مش مدربين ترينر على ظروفهم يمدحهم. إيه؟ على ظروفهم. يعني ماهر ترينر. ايه ترينر. وظاهر. وظاهر ترينر. إيه؟ محمد ابراهيم ترينر. كلهم ترينر. كله ترينر. يعني ما في بالكويت ولا ما في مدرب الكوتش بمعنى الكوتش. إيه؟ اللي يجي دوره بعد رئيس النادي ما في بالكويت. ما عندنا. ما عندك. انزل مدربين علاقات وجيدين في 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 المناسبات. محمد عبد الله نفس الشيء. كلهم كلهم ما في بالكويت. ما في نقول رايي الشخصي. انا راح اشرح لك. محمد ابراهيم 27 بطوله عنده مع نادي القادسيه. طبعا انا اشوف صراحه الناس هني بالبرنامج ان محمد ابراهيم وشنو ونادي القادسيه صراحه ما في مدرب يصنع فريق. جاسم بقول لك شغله. احنا في البرنامج لما تقول سمعت في البرنامج، لان دائما الخير يخص والشر يعم. لا عفوا، انا من كلام بدر دريع. ايه؟ تكلم عن محمد ابراهيم وتكلم ابو فهد مبارك وقيان، تكلموا عن محمد ابراهيم وقالوا ان القادسيه. ايه؟ صنع محمد ابراهيم. تكلمنا عن كابتن محمد ابراهيم واثنين باداء او اثنين بالبطولات اللي قدمها. لازم نتكلم عن محمد ابراهيم. الانتقادات اللي جت السنه هذه على محمد ابراهيم. ايه؟ صح. احنا ناخذ محمد ابراهيم كبدايه. احنا خمس مباريات ست مباريات صح. محمد ابراهيم اول لعبه لعبها ضد نادي القادسيه كل الناس مدحت محمد ابراهيم، قال العربي ما لعب ضد القادسيه اداء من سنين نفس المباراه. ثاني لعبه محمد ابراهيم خسر امام الجهره ما برر، لكن اربع لاعبين ناقصين نادي العربي اساسيين. ثالث مباراه مع نادي كاظمة تعادل، وانا اشوفه يعني مع نادي كاظمة فير انه يكون تعادل مع نادي العربي. ثالث لعبه مع السالميه قدم مباراه كبيره بخطا فردي خسر المباراة ومفروض انه ما يخسر المباراة. رابع لعبة مع نادي التضامن نفس الخطأ تكرر فاز على نادي النصر. فايش اللي قاعد اشوفه الهجوم هذا اللي قاعد اشوفه الهجوم ما يصير. محمد ابراهيم عنده ارقام. نعم. 64 مباراة. نعم. فوز متتالية. نعم. معك والله. يعني جاس. يعني ما يصير الشغلة هذا ينكر. نعم. حتى على موجودين لازم دافع عن نفسي حق الرد. لا لا خليه يرد. لا لازم يرد. لازم يرد. انا اقول انا كل الاحترام لمدربينا الوطنيين اللي تجاوز. انا اقول مدربين وطنيين تدرون معنى كلمة مدرب شنو؟ اختصار ابو رضوان وايد طولنا به. ايه المدرب مو بس بهالحلقة هو يعني مرتبته بالنادي يجي بعد رئيس النادي. عندك المدربين الوطنيين اصلا في اخر السلم موجودين. وبعدين ابرد على يعني كابتن فيصل اللي قال او سالم العجمي حارب المدربين الوطنيين. هذه نفس الإجابة. فقاعد يقول الجنرال الكابتن محمد ابراهيم. لا الجنرال مو محمد ابراهيم. لا هذا إبراهيم جنرال. اسمع اسمع انا جاي عنده 27 بطولة محمد ابراهيم. اسمع 27 بطولة مع نادي الكويت. هو لقب اطلق على مدرب الروماني القدير يوردانسكو.
وش فيها ذا لا 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 القيصر واحد بكنباور المرعب واحد الفارس الأسمر واحد الملكي واحد بالعالم ما يصير أقول لا ملكي هذا لقب متجاوز إيه هذا عادي ما يبي برضان لا 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 برضان لا برضان ما يصير ما يصير الجنرال في الكويت عبد الله بخصوص أنا عندي بس تعقيب بسيط على المدرب الوطني يكون بعد رئيس النادي وهذه ما تصير بالكويت سيستم عندنا في الكويت مختلف تماما ما فيه بعد رئيس النادي بجدول يعني الإدارة أمين السر ومدير الكرة وما أعرف إيش يعني سيستم خلق عندنا وضع معين فما نقدر أو المدرب مهما كانت شخصيته قوية مهما كان مستواه مستحيل يصير بعد رئيس النادي باتخاذ قرار إذا ما عندك مدرب لا هذا موضوع ثاني أبو نعم عندك مدربين أنا بس كافي يا جماعة أنا عندي بس الداخل في التعليق على المتصلين شكرا للمتصلين اللي شاركوا ويانا بحلقة اليوم فيصل العنزي تكلم قال عن أنتوا في البرنامج أمس تكلمتوا عن شوقي والبلام في إحدى القنوات نفى كل ما تداول في حلقة اليوم فأنتوا لي يعني بما معناه أنتوا اللي قاعد تقولونه غلط لو تشوف حلقة أمس وتابعنا في تويتر ورد ركز يا جماعة ركزوا على الكلام اللي إحنا نقوله أمس كان أكثر أسئلتي عن شوقي آخر شيء علامة تعجب أو علامة استفهام استفهام معناته شنو سؤال علامة تعجب معناته تساؤل فإحنا لما نقول هني كانوا ضيوفنا يقولون يمكن ويمكن إحنا ما عندنا المصدر الأساسي يقول شكرا للبلام إنه نفى وإحنا نبي مثلا إنه هو ينفي الكلام اللي إحنا قلناه أمس كان فيه تساؤلات إصابة مزمنة إصابة كم نسبة الإصابة الفحص الفني شنو كان فيه تساؤلات جزئية بسيطة شنو هذا الموضوع أبو أنور يقول قعدت معه إن نحاول نحل الموضوع تسوية ثلاث رواتب إيه؟ هو طلب خمسة إنزين يعني الحين لاعب قاعد يلعب معاي بالدوري هذا أقعد معاه هذا قلنا لاعب ليش أقعد معاه أقول له أعطيك ثلاثة وتمشي معناتها بتمشي معناتها يعني ما تمشي معناتها شنو تنفي وما تنفي والشغلة الثانية في محللين هني وفي محللين فنيين وفي محللين نقاد قاعد نشوف وجهة نظرنا إنه ممكن يمشي مدافع العربي لانه ما قدم المستوى المطلوب فما في شيء اذا تكلم زين هذا اذا خلصت انتقالات خل الاخ المتصل يدق على انه اذا ما شالوا اللاعب اذا موجود شي يقول والله انت الصراحه ظلمت اللاعب رد على نافع الشملان بس خلصنا الموضوع نافع الشملان انا ارد على نافع الشملان نافع الشملان من متابعين 18 يقول كابتن نواف الخميس رايه في موضوع نواف الخالدي يا جماعه إذا كان هناك رأي في البرنامج في هذه المؤسسة الإعلامية أنا دوري إني إذا عارض أو كلام ما كان أصلاً مفهوم أو كلام غلط أنا أتدخل تقليل بشخصية تقليل بلاعب أنا أتدخل تويتر شأن خاص جداً حساب شخصي جداً أنا مقدم في الرأي مؤسسة الرأي ما تتدخل باللي أنا أقوله بتويتر إيش رأيكم طبعاً هذا حساب خاص فيني فلا نخلط هذه المواضيع يا أخوي نافع عزيز غالي هو اللي قاله في تويتر هو مسؤول عنه إن يضيف بسأله بس يقدر يقول لي أنا ما بيجاوب اللي بتويتر يحاول كثر واحد من الناس أخ نافع أتكلم لأني أنا موجود هنا في البرنامج الكلام اللي قال هذا لا يمثلني أنا أتكلم شخصين لا أسمع لازم أرد نواف الخالدي واحد من أساطير حراس نادي القادسية واحد ساهم بإنجازات نادي القادسية رجوعه إلى زعيم الكرة الكويتية أنا صراحة وكلام سليم هذا كلام واحد محلل بس لأنه قاعد يقول رد 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 كون محلل إذا قال هني كلام وما عجبنا احنا نقول له هني بس بتويتر كيفه برايك صغير ورادين لمحاورنا طار هذا رجعنا وياكم بعد الفاصل مستمرين في حلقتنا لليوم والدقائق المتبقيه من هذه الحلقه ابي اسال سؤال الإجابة عندي لكن أبي أشوف أبو جابر حقا تسأل الإجابة عندي أنا لأن عندي أسئلة فيها بس بشوف أنا بشوف ممكن أنا أقول لك شيء شوف يمكن أسمع رأيهم يختلف عن رأيهم عشان يمكن يغير قناته أكثر فريق قدم مستوى أو أكثر فريق قدم مستوى في الموسم اللي طاف لكن علامة استفهام كبيرة هذا الموسم تضامن بثامر التضامن قدم مستوى
لا شوف احنا ما نقول قدم مستوى لكن نقله نوعيه لان كانت في مشاكل في مجلس الاداره وصارت انتخابات وكان النادي موقف صار سنه ونص ما حتى الماي ما في التضامن الموسم يطاف شنو كان ما شارك اي ما شارك وتغير انا لا تغير 180 درجه شنو ترتيب التضامن الموسم يطاف الثامن ترتيبه احنا السابع هو الدوري دمج الثامن تذكرون النصر كان اي بالترتيب الثالث وهالموسم شنو فيه خامس او السادس لا بس الخامس ابو تركي شوف سابق. لا شوف ترى لعبنا ترى المجمل كم مباراه اذا علامه استفهام تروح حق النصر لا انا تروح حق التضامن وحط بين قوسين طلال المرشاد بين قوسين وخطين طلال المرشاد هذا نقطه تحول الفريق اقول احترامي احترامي احد يعرف ليش ترك طلال المرشاد ودي اعرف يا جماعه انا تضامن متكلم عنه انا انا الحين ابي اتكلم عن تساؤلي في النصر انا جاي النصر قدم مستوى وكنا نثني على المستوى في الموسم اللي طاف لكن هذا الموسم في امور غريبه قاعد تصير مع النصر ترى ابو تركي الحين يقدم قاعد يقدم مستوى بس النتائج مو نتيجه انا ابي اشوف نتيجه انا اقول لك ثلاث نقاط اول نقطه مباراه الجهره صراحه انا اقول كان لحق النصر النصر كنا نقول قدم مستوى خسر قدم مستوى خسر قدم مستوى خسر لكن الفريق يحتاج نقاط ورضان أنا والله بأشد عن القاعدة شوي أنا أقول الفريق اللي ما كنت متوقع أنه يوصل إلى هالمستوى هذا هو نادي القادسية خليك أبي النصر ورضان هذا على سؤالك هذا أنا أقول لك القادسية ليس التضامن ولا القادسية اللي فعلا فاجأ الجميع بالمستوى الهابط اللي كان فيه ويمكن الحين يتنفس الصعداء نعم بعودة فواز نفس العام النصر كان عنده أكثر أنا يا جماعة أكثر مانشيتات بروضان الموسم اللي طاف كانت للنصر نعم وسميتها ليستر بس كان هو الأحق بالدوري وهو بطل الدوري الحقيقي إذا جيت يعني أنا يا جماعة بس تسمحوا لي عبد الله أنا عندي رأي صراحة في موضوع فواز الحساوي يعني أنا شايف القدساوية متفاعلين مع موضوع عودة فواز الحساوي أوفر ترى فواز الحساوي ما يملك عصا سحرية فواز الحساوي يملك فلوس فواز الحساوي ما راح يختار لاعبين فواز الحساوي راح يختار عن طريق إذا كان الاختيار بالطرق الصحيحة فواز الحساوي راح يختار لاعبين عن طريق داليبور وعن طريق الجهاز الفني أنا بس علشان الجمهور الغاتسية ما ياخذ يعني ما ينتشي بعودة فواز الحساوي ويعتقد أنه فواز الحساوي يملك عصا سحرية أنا أقول لكم يا جماعة شوية يعني ترى فواز الحساوي ما أعتقد أن عودته أولاً عودة فواز الحساوي شنو عودة فواز الحساوي؟ فواز الحساوي عاد كداعم فواز الحساوي يبي يقوم مقام مجلس الإدارة اللي المفروض أنه يعني وتكلمنا فيه يمكن في حلقات سابقة وهذا هو أنا ما بي أبو جابر أنا أقول لك كلمني عن النصر كلمني عن ظاهر العدواني ظاهر العدواني الان في معايشه ظاهر العدواني الان في خاصه بالمدرب الايطالي براندلي نعم شنو يضيف هذا حق الفريق طبعا هذه شوف المدرب مثل اللاعب المدرب يحتاج اعداد يحتاج صقل يحتاج ورشات يحتاج عمل يحتاج ورشات عمل يحتاج ممارسه فريش اي فظاهر العدواني واحد من افضل المدربين الوطنيين يستاهل ويستاهل ابو محمد حقيقي وانا يعني استغرب تحامل ابو روضان على المدرب الوطني لا في عندنا مدربين وطنيين في عندنا مدربين يمكن ما صارت عندهم الظروف ما تهيأت لهم الظروف انهم يبرزون بحكم ان دورينا لا يعني رد على نقطه قديمه ابو جابر الا لا اقول لك يعني عندنا ظاهر العدواني قاعد يقدم مستويات مع النصر صار له موسمين النصر من افضل الفرق ترى هالموسم بس النتائج مو قاعده تخدمه اعتقد انه يحتاج شويه حظ ابو تركي في نقطه على المدربين الاجانب بس قال ابو جابر سامح البرضان على نقطه المدربين ترى يمكن حتى تكون في خامات زينه ومدربين زينين تكلم مثال بسيط مهدي علي في الامارات لو تشوف مهدي علي الورشات العمل والكورسات اللي ياخذها والسبل كلها متهيئه حقه ومع ذلك قدم مهدي علي مع منتخب الامارات فما بالك احنا عندنا مدربين بالكويت يعني اجتهاد شخصي مساكين اجتهاد شخصي وكل يعني اللي خذاه مهدي علي ما خذوه 3% يمكن او 5% مدربين زين من تكفل معايشه المدرب ظاهر العدواني مع المدرب اتمنى نادي النصر اتمنى اتمنى نادي النصر هل يمكن المعايشه تكون على حساب ظاهر اتمنى على اللي قدمه الموسم اللي فات انا اكمل على كلامك عشان لا اكون قاسي او ظالم عشان المدربين الوطنيين أيوة. انا اقول لك في بوادر وفي مشروع مدربين بس بالمراحل السنيه توهم طالعين كذا واحد
ثلاثة أربعة فعلاً أن لي أشوف فيها مشروع مدربين. أما الوحيد اللي عفى عليهم الزمن لا لا ما زيد شوي يغير نظرته اللي هم اللي هم جايين طالعين توه بروضان تبين أذكر أسماء أذكر بروضان بدون ما تذكر أسماء يعني شوف المراحل السنية أنا بالنسبة لي وأنا لما كنت مدير كرة في نادي الجهرة في ذيك السنة اصطدمت في المدربين الوطنيين لأن كانت عندي نظرة أنا كنت أبي أجيب أفضل المدربين حق المراحل السنية فلذلك أنت تقول في مدربين مشروع مدربين المدرب يعني المبتدئ يفترض أنه ما يصير على المراحل السنية إذا كنا بنشتغل بالعقلية القديمة وبنهتم بس بالفريق الأول ما راح عمرنا ما راح نتطور وفي موضوع ثاني أنا عايشته شخصياً في إسبانيا وفي تحديداً برشلونة التقيت في رعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية العراقية وهذه يفترض إن إحنا اتحاداتنا ولجاننا حتى اللجنة الأولمبية وقعوا عقود توأمة مع اللجنة الأولمبية الإسبانية ترعى الحكام ترعى عفواً المدربين ويعني كل سنة تقريباً تطلع 15 مدرب عراقي مع أندية أسبانية في فترة الإعداد فترة الصيف فهذه أعتقد أنه أو هذه من الأمور اللي يفترض أن احنا يعني طيب. نفكر فيها في مرحلة ما بعد رفع الإيقاف حلو بجابر أرجع للنصر مرة ثانية الجاسم وين تشوف خطوط الضعف بالنصر؟ أنت قلت تو الناس أنا بعد نهاية قسم أنا بيتكلم أنا أتوقع قلب الدفاع اللي كان موجود معاهم السنة اللي فاتت أتوقع وجهة نظري كان يعني مميز لا زال إيمانويل إيه بس أتكلم عن باقي الخطوط أنا بالنسبة للاعب نقول معني هذا مميز بالنسبة للاعب المحور هم تم تقدير عندهم لاعب المحور ولاعب المهاجم وتبديل بالنسبة ليوسف قلفة يعني نوعا ما نقدر نقول أنه بدأ يعني يسقل مهمته مثلا مع النصر المهاجم أتوقع غير النصر أتوقع بالنسبة للمهاجم أتوقع أنه لأن النصر يحتاج لاعب يعني ما يكون لاعب بوكس صريح لأن النصر أغلب أوقاته يلعب على المرتد الموسم الماضي كان عندهم مهاجم مميز أو هذا سبب والله شوف أنا أقول لك أنا أتوقع لو كان باقي عليه معطينا فرصة أكثر ممكن يقدم الموسم هذا أرنست كان فعلا مهاجم وفعال وهديف وبعدين مثل ما تقول هديف اللي هي هديف بس تأقلم تأقلم مع المجموعة بالإضافة إلى البحر بالإضافة إلى أبوكو وأمانويل كان لو مستمرين على هالأربعة هذه النصر راح يكون نفس النصر اللي طاف الموسم اللي طاف وراح يقدم عروض أكبر بس ماركوس الكولومبي صراحه كارلوس الكولومبي ماركوس انا قلت ماركوس كارلوس الكولومبي صراحه خيب الظن بس في شغله في عندي تقرير قول لي اديه بس في نوعيه بالفرق البدايه عندها مهمه الجهره فوز على النصر اعطاه بدايه قويه النصر خسارته شوي هم بعد تعطيك يعني ما تعطيك الباور ينكمش اي فنوعيه بالفرق هذه ممكن تحتاج طيب. الباور عندي تقرير خاص بدعم الهيئه للمحترفين المبلغ نفسه لكن الزمن 25 سنه خلينا نشوف التقرير رغم مرور 25 عاما على إقرار قانون جلب المحترفين في الكويت وتحديد مبلغ 20,000 دينار لكل ناد لا يزال المبلغ ذاته ولم يتغير مع مرور كل تلك السنين والتطور الكبير الذي شهدته اللعبة ولا تزال تشهده ويرى الكثير أن إعادة النظر بهذا المبلغ باتت ضرورة ملحة فهو لا يكفي لجلب محترف مميز يعمل على صناعة الفارق ويقدم الإضافة التي ينتظرها منه النادي
شفنا هذا التقرير ابو ثامر. ابدي معاك. 25 سنه مرت على قانون الهيئه المقر 25,000 او 20,000 حق المحترفين. حق المحترفين اول ما بلش هذا القانون او هذا المبلغ كان لاثنين صح محترفين، اليوم وصلنا لاربعه، ما زال المبلغ مثل ما هو. شوف الكل يعاني واحنا يمكن استبشرنا خير يعني في الاونه الاخيره تكلموا في هذا السياق من الموضوع انه ممكن نرفع الهيئه، ممكن نرفع المبالغ المحترفين ودعم المحترفين للانديه وهذا سمعناه، لكن بارض الواقع لحد الان انا اعتقد 20,000 حق محترفين اثنين ما تقدر تسوي فيهم اي شيء، ممكن يكون جزء من اجزاء مبلغ كبير. انا اليوم اتعاقد كوني كنادي اتعاقد ب 150,000 الى 200,000، ال 20,000 ما راح تقارن على المحترفين، يعني كل محترف 10,000 وهني 10,000، 10,000 وانا بدفع حق 200,000 دولار يعني ما يقارب 60,000، زين 50,000 من اللي راح يدفعها؟ واذا دفع النادي ممكن يطر، ممكن انديه ثانيه ما عندها الدعم الخارجي انها توفر هذا المبلغ، لكن اذا خذ النادي جزء من نقول ميزانيته راح وتحول قال عندك مخالفات ماليه، انا اعتقد هذا الموضوع مهم، وانا اعتقد انه داخل اروقه الهيئه هذا الموضوع، وانا اعتقد يمكن بالقريب العاجل ممكن راح تحدث زياده في هذا المبلغ. ابو جابر على نفس الموضوع، يعني هذا دليل على ان الدوله ما تبي كره قدم، الدوله ما تبي منافسه، الدوله تبي يعني تبي ترجع دور الانديه الى دور مراكز الشباب، وهذا طبعا يعني رؤساء اتحادات كرة القدم ورؤساء الأندية في الفترة اللي طافت خلينا نقول خلال 25 سنة اللي ما حاولوا الضغط على الهيئة العامة للشباب والرياضة أو وزارة الشباب في ذاك الوقت أو حتى على مجلس الأمة أنهم يغيرون القانون. وطبعا هذه مسؤولية مشتركة يتحملها الجميع، وأنا أقول طبعا حلها وحل كل مشاكل تقريبا الرياضة في الكويت هي الخصخصة. نعم. خصخصة علشان 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 تنافس على دوري قوي. هذا موضوع ثاني ابو جابر، ما علي ابي اسمع راي كابتن عبد الله الجاسم. اول شيء من حيث رضوان عندي ما الجاسم اي بس عندي بريك. اوكي اوكي راح نبلش من حيث ما انتهى ابو جابر على على جملتك اللي قلتها، بريك ورادين. ايه يا جماعه بالفاصل هذا نسينا الرياضه، تكلمنا عن موضوع حزام الامان ومسكه التليفون. نعم معاه مع القرار. جاسم يقول ما نبي حزام الامان لان انا ابي 10 حزمان انا بالداخليه اللي شفتوني انا من حزام الامان. انا والله قول لي جاسم تليفون ما استخدمه بس عبد الله جاسم يبي له حزام ناسف عبد الله يبي له. المهم على طاري يبي له من عقب ما خلص مجابر قول يا جاسم ما دام يلا يبي له خل خلص يا لبل. بالنسبه لوزير الشباب هو ادرى بالمواضيع هذه، السيد خالد الرضوان هو ادرى بموضوع المحترفين، هو كل سنه يعني بدوره الرضوان يجذبون افضل المحترفين، فموضوع ال 20,000 هذه اول ما قرروا اللاعبين من 25 سنه كانوا لاعبين اثنين وقرروا 20,000 لاعبين اثنين، وكان الصراحه اسعار اللاعبين بذاك الوقت ممكن تغطي سوء اختيار المحترفين واداء المحترفين. لا علاقه بهالمبلغ البسيط، لا لا ما علاقه، لان انت المبالغ انت الحين فرضا لو نعطي اي مثال اي لاعب كويتي تبي تتعرض عليه يطلع برا ب 450,000 دولار صح ولا لا؟ وانت اللاعب اللي تجيبه تعطي 20، المشكله انه شنو صار؟ 20,000 ما تغيرت، لاعبين اثنين زادوهم بعدين ترى خمسه تذكرون صح ثلاثه واثنين بس هذا قانون خمس لاعبين هذا قانون ولازم لازم يخاطبون فيها الماليه وعمليه يعني اي بس مثامر انا بتكلم شغله عندي رد على عبد الله جاسم بس اخلص جزئيتي اليوم الوزير هذا ما يصير اليوم يقول لك انا برفع زين 25 سنه لازم يتحرك يقول لك 25 سنه اجراءات انا عندي وين الاجراءات 25 سنه انا عندي الرد عليك لانك ظلمت الوزير الرضوان. الوزير الرضوان سنه اولى انا ما قلت شيء ابو رضوان ايش قاعد يقول اذا الوزير اوكي مو الوزير بس هو ابخص الوزير عند الوزير الرضوان عنده هدف أهم هو رفع الإيقاف اللي شل الشباب الرياضي في الكويت كله خاصة الآن عم وراح يرجع ننطل الإيقاف إيش حق إن شاء الله من ت من إيش حق حاطين 20,000 حق محترفين لا تتكلم فيه ننطل الإيقاف إن شاء الله من تستقر الأمور ويرجع النشاط الرياضي كما كان ونحجم جروب الإيقاف هني
يرجع الموضوع كل موضوع لا يتفرع. انا قاعد اسولف عن شغله لا يتفرع يا جماعه. انا وصلت الختام بس اوكي، بس انا يمكن نوجه تحيه خاصه للحكام المعتذرين اللي ردوا للاتحاد، وهذه صراحه يشكرون عليها. لكن يمكن ما نبخص حق بصراحه الاخوان اللي ساعدوا وساهموا برجعه هذيل الحكام اللي بصراحه يعني اعتذروا في الفتره القادمه، اللي هو ناصر العنزي، ابو بدر، مشعل اسعوسي، ابو ضاري، منصور ابو علي، يوسف ثويني، ثويني. هذيل بصراحه قطعوا شوط، وانا الثلاثه خاصه انا اخص الثلاثه اللي انا اتابعهم عن قرب، ناصر عوض، مشعل اسعوسي، منصور ابو، كانوا دائما هم الخط الساخن بينهم وبين الاخوان في لجنه الاتحاد، وكانوا يغربون وجهات النظر. انا اوجه لهم تحيه. يمكن عشان ما نبخص حقهم صراحه، لهم جهودهم المخلصه بصراحه في هذا الاتجاه. شيء بتقولونه بقلكم حشوه؟ عندي نص دقيقه تكلمنا طعنا صاحبنا. لا لا لا، بس اقول لك شغله. انا بالنسبه للمحترفين اتمنى زياده عدد، زياده موضوع ال 20,000 هذا المبلغ، لان اربع محترفين تبي تتكلم بالاضافه، راح نتكلم عن سياره وسكن وتذاكر، هذا كله مطوف. يعني شوف الانديه والله العظيم تقعد الانديه حالهم، اللي ناطر يبطل حمام سباحه بالصيف، ناطر الناس تي تسبح عشان الفلوس، اللي مطعم مشويات، اللي مدري شنو، والله مساكين، والله العظيم الانديه مساكين، في صاله افراح، اللي يعني في انديه صراحه اللي ما عندها دعم، اللي ما عندها كذي، هذا وضعه كذي. فاتمنى الموضوع هذا يكون نعم. يعني عند بما انها قررت شوف ابي الختام ابو جابر، احب اوجه شكر خاص اسمح لي ابو لا جابر انت صاحب مقول، انا اوجه شكر خاص بصراحه بعد ابو جابر ان شاء الله بنرجع له. شكر خاص للاخوان في الهيئه العامه للشباب الرياضه، وخاصه قسم الصيانه، اللي بصراحه شفنا ارضيه الاستاد مبارك العيار، تجاوبهم الاخوان من الوزير خالد الرضوان للدكتور حمود الفليطح، بصراحه اللي عملوا بصراحه وخذوا جوله ميدانيه في النادي، يعني زار النادي للامانه، يعني هذا يستاهلوا الثناء. ابو ثامر بجابر الختام عندك. انا اقول باذن الله القادم اجمل ان شاء الله، باذن الله قادم الكره الكويتيه والرياضه الكويتيه اجمل. الايقاف لن يدوم، لن يستمر الى ما لا نهايه باذن الله، في جهود، وهالجهود باذن الله انها راح تسفر عن رفع الايقاف ان شاء الله، ويرجع ازرقنا وترجع رياضتنا افضل ما كانت ان شاء الله. شكرا، والختام دائما والشكر دائما يكون للمشاهد على متابعه الحلقه. نشوفكم باكر، مع السلامه.